الاستلقاء على سرير مريح لساعات طويلة تشاهد أحدث المسلسلات التلفزيونية الناجحة وتلهو بألعاب الفيديو، وحتى أنك قد تختار الواقع الافتراضي. لست أصف يوم عطلة مثالي، بل أقصد كيف قد تصبح رحلاتنا المستقبلية على متن الطائرة. قد تستغرق الرحلة الطويلة أكثر من 10 أو 15 ساعة حتى، وكل ما تفعله طوال هذا الوقت هو محاولة وضع قدميك حتى لا تصبح متيبستين كجذع الشجرة، وتفادي اضطراب اختلاف التوقيت بينما تحاول ألا تفقد صوابك من الضجر والملل. حان الوقت لكي يقوم شخص ما بفعل شيء حيال هذا. أنباء سارة، شركة الطيران تعمل على ذلك في الوقت الراهن. اعتدنا امتطاء الطائرات التي تحمل العديد من الأقسام المنفصلة مثل قسم البضائع ومقصورة المسافرين، لكن قد يصبح كل هذا من الماضي في أحد الأيام. تقترح المفاهيم الجديدة أن تكون جميع الأقسام موحدة تماماً، يمكن أن نحركها في الأرجاء ونضبطها حسب الحاجة في غضون ساعات، حتى أنهم يقترحون بقاء المسافرين في قسم البضائع أثناء الرحلة. لا تقلق، هذا لا يعني أنك ستربط بالحاوية رفقة أمتعتك، وبدلاً من ذلك ستنام بشكل مريح في مضجع مسطح موضوع في قسم البضائع. هذا مثالياً بالنسبة لرحلة ليلية. أما المقاعد المنتصبة فهي أبعد ما يكون عن الراحة. قد تفعل شركات الطيران أي شيء لتخفيض من تكلفة التذاكر وحشر المزيد من المسافرين مع بعضهم البعض. لن يصبحوا كالسردين؟ المقاعد المنتصبة أخف بكثير من أي مقاعد أخرى في الدرجة الاقتصادية، وتسع عدداً أكبر من الأشخاص داخل المقصورة، ولا يمكن أن تكون مناسبة للرحلات التي تسافر على مسافات طويلة، حتى أنك لن تكون قادراً على الجلوس على هذه المقاعد الغريبة. لنأمل أن هذا الاقتراح لن يلقى رواجاً كبيراً. لنعود الآن إلى الأخبار السارة. تستلقي في مقعدك وتجد شاشة أمامك تعرض أحدث الحلقات من سلسلتك التلفزيونية المفضلة، وتتحكم بكل شيء بفضل هاتفك الذكي أو لوحك الإلكتروني. والأفضل من كل ذلك أنك ستكون منفصلاً تماماً عن غيرك من المسافرين. توضع هذه المقصورات الفردية التي تسمى العرين الهوائي فوق بعضها البعض، مما يمنح مساحة أكبر يمكننا الاستفادة منها. ووجدت أنظمة الترفيه التفاعلية مثل هذه الشاشات طريقها سلفاً إلى مقصورات الطائرات، لكن لديهم بعض البدائل، إذ ركزوا جل اهتمامهم في السنوات الأخيرة على تكنولوجيا الواقع الافتراضي. وما يثير الاهتمام فعلاً أنه قد يساعد في التخفيف من الشعور بالقلق والتوتر أثناء الرحلات الجوية، بما أن نظارات الواقع الافتراضي يمكن أن تخدع دماغك ليشعر بثبات أكبر وينسيك أنك على ارتفاع أكثر من 9.1 كيلومتر من الأرض. أضف إلى ذلك المقاعد المنتصبة من مسارح السينما، فقد تصبح أي رحلة جوية ماراثون للأفلام بدون الفشار فحسب. وهذه المقاعد هي الحل الوسط الأمثل، فهي متراصة وخفيفة الوزن ومريحة، تنثني عندما تكون فارغة وتتأقلم مع الشخص الجالس عليها. لكن الإضافة الأمثل هي تحقيق مؤثرات صوتية أفضل، لكن سماعات الرأس التي تمنحها شركات الطيران لمسافريها لا ترتقي إلى سطح توقعاتهم. ستحل مقاعد الرحلات المستقبلية هذه المشكلة بفضل نظام صوت مدمج في المقاعد، سيلغي الضوضاء التي يصدرها المسافرون الآخرون بينما تستمع بصوت عالي الجودة بدون حاجة إلى سماعات رأس مزعجة. وحتى الرحلات منخفضة التكلفة سيكون فيها أشياء كهذا، فالشاشات الترفيهية موجودة سلفاً في ظهر المقاعد وتحتوي على عدد لا بأس به من الأفلام التي يمكنك مشاهدتها، وحتى أن بعضها يسمح لك باختيار الطعام وطلبه إلى جانب عرض معلومات عن المكان الذي تذهب إليه. ستحظى أجهزتك الإلكترونية أيضاً على تقدير أكبر في الرحلات المستقبلية، بينما قد يتداخل الاتصال اللاسلكي في وقتنا الحاضر مع أنظمة الطائرة، لكنه في المستقبل ستحصل أنظمتها على حماية أفضل بكثير. وهذا يعني أن شركات الطيران ستبدأ في توفير خدمة الواي فاي على متنها بشكل أكبر في السنوات القليلة القادمة، لكن في الغالب ما تفضل القيام به فعلاً هو النظر عبر النافذة وتمتيع نظرك بالمشاهد الآسرة. بالحديث على ذلك، لازلت أحسد الطيارين،
فهم ينعمون بمجال رؤية ممتد أمامهم في السماء. لحسن الحظ سنشهد في المستقبل سطح مراقبة كامل على متن بعض الطائرات، سيمنح القسم الشفاف تماماً على سطح الطائرة مشاهد تحبس الأنفاس في المجال المليء بالغيوم حول الطائرة. يعد المهندسون أن سطح المراقبة هذا لن يقف في وجه الحركة الهوائية للطائرة ولن يغشاه الضباب بسبب الرطوبة. هناك مواد اليوم التي يمكنها أن تصبح شفافة وتعود إلى وضعها الطبيعي في غضون ثوان حسب رغبتك، ويمكن استعمال هذه المواد في صنع الطائرة أيضاً. تقترح المفاهيم الجديدة أن طائرات المستقبل ستصبح أميل إلى الطيور من وقتنا الحاضر، ستصبح أخف لكنها أكثر ثباتاً، ستستبدل شبكة الهياكل الشبيهة بالأنبوب بجسم صلب، ويمكنك وضع جميع أنواع المواد الخفيفة بينها التي ستتحمل السرعة والغيوم والرياح. ربما هيكل شفاف بالكامل أمر مبالغ فيه قليلاً، لكن قد لا تكون الشاشات وسيلة للترفيه فحسب، بل مفيدة للغاية أيضاً. يقترح أحد المشاريع للطائرة المستقبلية بالتخلص من المقصورة الطويلة، أملاً في تحويل الطائرة إلى هيكل عملاق بجناحين، مما يجعله أشبه بالطائرات النفاثة من نوع ستينغراي. لن تحتوي على نوافذ على الإطلاق، وسيظل جميع المسافرين في مكان أشبه بالمسارح أكثر من مقصورة الطائرة المعهودة. راودت الشركات المصنعة بعض الشكوك حيال هذه الفكرة لفترة من الزمن حتى ظهرت الشاشات. لن تتمكن من بث عرض مباشر من الخارج فحسب، بل ستكون قابلة للتعديل أيضاً. فمثلاً ستعرض شروق الشمس في وقت أبكر أو متأخر حسب وقت وصولهم إلى وجهتهم الأخيرة. سيساعد ذلك المسافرين على النوم بشكل أفضل وتخفيف من أعراض اضطراب اختلاف التوقيت. تتطلع الشركات المصنعة للطائرات إلى التخلص من الوقود إلى الأبد، وبالتالي يجب أن تصدر الطائرات الجديدة ضوضاء أقل وتخفض من انبعاثات العادم ولا تستهلك الآلاف من اللترات في الرحلة الواحدة. ومع الاختراعات المبهرة التي تشمل تطوير البطاريات، قد يصبح من الممكن صنع طائرات تعمل بالطاقة الكهربائية. بطبيعة الحال ستكون هذه الطائرات صغيرة نسبياً، لن تتجاوز طاقة الاستيعاب 20 راكباً، ولن يسافروا لمسافات طويلة أيضاً. لن تتخطى هذه الرحلات 482.8 كيلومتر. باختصار، هذا ما يصبو إليه المهندسون في الوقت الحالي. لكن هذه مجرد البداية. تركز بعض المشاريع على الطائرات من الحجم الصغير فقط، مثل سيارات الأجرة الطائرة التي تعمل بالطاقة الكهربائية وتسع 5 أشخاص. ستحلق سيارات الأجرة العجيبة هذه بشكل عمودي وتلغي جميع الاختناقات المرورية. عموماً، يهدف تطوير المحركات النفاثة الهجينة والكهربائية إلى التقليل من انبعاثات الكربون في عالم الطيران بنسبة 25% في السنوات الخمس المقبلة. تم تطوير المحركات الصامتة الجديدة على يد شركة كامبريدج مات. أن تسمع هدير محركات هذه الطائرات خارج الطائرة في حد ذاتها. وتسعى اليوم وكالة ناسا إلى تطوير مشروعها N+3، نظام دفع الطائرات مع توفير 60% من الوقود. لكن لا يزال الطيران الكهربائي صعب المنال نوعاً ما. ستمر النماذج الأولى للطائرات الكهربائية عبر جملة من الاختبارات الجوية في السنوات المقبلة، ولن نراها في المستقبل القريب. ولا تزال الطائرات المسيرة بالدفع النفاث تثير عدة نقاشات، ومع ذلك لن تظل على حالها هي الأخرى. ففي أحد الأيام قد نرى طائرة تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت ب 25 مرة من كاليفورنيا إلى أوروبا في ساعة فقط. هذا سهل للغاية. ستنطلق من الأرض كما تفعل المكوكات الفضائية في العادة. بالحديث عن السرعة، هل تعلم لماذا لا تستخدم الطائرات التي تفوق سرعة الصوت في الطيران التجاري؟ ذلك الصوت المدوي نتيجة اختراق حاجز الصوت. عندما تتخطى الطائرة حاجز الصوت، تطلق دوياً مثل ذلك الذي تصدره العواصف الرعدية. إن استعملت جميع الرحلات طائرات سرعتها تفوق سرعة الصوت، سنعيش في عالم لا يحتمل نتيجة الضوضاء الصاخبة. لحسن الحظ، هذا تحد آخر يجدر التغلب عليه. تم تحديد موعد انطلاق طائرة بسرعة تفوق سرعة الصوت وصديقة للبيئة في سنة 2030،
ستستعمل محركات مبتكرة قادرة على التقليل من انبعاثات أكسيد النيتروجين بنسبة 75%، وسيكون لذيلها شكل V، مما يسمح بإلغاء ذلك الصوت المدوي. لتحقيق تجربة سفر ملائمة لا تشمل التحليق بسرعة الصوت أو بقوة جاذبية 2.5 G، سيظهر أيضاً خيار لا يقل عنه تطوراً. يشطر الطائرة في شكل V، الهيكل المعتاد للناقلة الجوية، إلى جزئين، ووضع كلا القسمين مكان الأجنحة. ستوضع المحركات النفاثة فوق الطائرة، مما سيجعل الرحلات الجوية أكثر هدوءً وراحة. ستصمم هذه الطائرة لأجل الرحلات الطويلة جداً، مع استهلاك أقل قدر ممكن من الطاقة. ستستعمل وقوداً أقل بنسبة 20% أثناء الرحلة، وستحظى بمساحة كافية لأكثر من 300 مسافر. بالنسبة لجميع الاقتراحات المطروحة، المشكلة الوحيدة هي نقص الاستثمارات، لكننا نأمل أنه مع الوقت على الأقل ستملك بعض المشاريع المثيرة ما يكفي من المال للشروع في تطبيقها، وسنسافر على متن طائرات أكثر راحة وأماناً وصديقة للبيئة وأسرع من قبل. حسناً أيها السريع، إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فاضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء. وإليك المزيد من المقاطع الرائعة والممتعة. للمشاهدة اضغط على اليمين أو اليسار لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.